إلى الومنز إلى سباق السيدات 200 متر والسباق الذي سينطلق بدون مشاركة مغربية بطبيعة الحال، هنالك فقط بلدان تبحث للتألق بشكل كبير والانطلاقة كما نتابع من خلال بوتسوانا من خلال نيغوي كامابي ناتاشا هذه من الكونغو برازافيل، هذه جينا باس من غامبيا وهنالك إصرار هناك كوديفور أيضا ذكرني تالو تحليق تالو كوديفور نجوم كثر صراحة حضروا قدموا أنفسهم بشكل جيد On your mark. سيدات انطلاق هذا السباق كما قلت لعرف مشاركة مغربية ونترقب نترقب أن نشاهد حضورا مميزا موفقا طرف الأبطال المشاركين سنتابع إلى أي حد بإمكاننا نصل إلى النتائج المرضية تعطى انطلاقة السباق في هذه المنافسة أمام هذا الحضور القويم من لدن الأبطال المشاركين وهذا الرصد 200 متر مستوي بالنسبة لعنصر السيدات الأمور في خط الأحمر حتى الساعة الممر رقم 3 في المركز الأول الصغير في أمور الممر رقم 4 نعم والممر رقم 5 حسن أمر من أوريول سيلي شيلو 22 ثانية 57 جزء من سباق كثير قوي وكان يتوقع هذا السيناريو بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب تحية لكل من يتابعنا في هذا الأثناء ومن يواكب معنا الحداث ويواكب معنا الفرجة والإثارة والتشويق والطموح والرغبة الجامحة لمشاهدة مشاركة عربية مغربية والعرب بإمكانهم أن يقدموا شيء كثير الأنظار أيضا فيها تطلع كبير بالنسبة للنتائج مشاهدة الكرام المصرية في المركز الثاني مشاركة جيدة بالنسبة للبطلة المصرية التي احتلت المركز الثاني نذكر الآن سنعرج صوب الميداليات وسنشاهد حفل توزيع الجوائز بعد لحظات أجواء جيدة الميدالية البرونزية والرتبة الثالثة على المغربي حمزة السهلبي إذن